البتاو. البتاو عندنا بس حلو قوي. بيتعمل من ايه؟ بيتعمل من ايه؟ من القمح والدقيق الفينو. يعني قمح وفينو؟ اه. عيش ايه؟ بتاو. بتاوي؟ بتاو. بتاوي دي حاجه تاني. لا ده ايه يا بتاو دي؟ مش عارف. عيش بتاو. لا بتاو اللي هو الشمسي. طيب ايه اللي هو حاجه عامله زي الكركم كده او اي؟ هو ده. هو حاجه زي كده بيتلف كده. لا لا عيش دي اسمها ايه؟ نسيت اسمها. ردة. هو اكيد بيتعمل من ميه ودقيق. دقيق نوع دقيق قمح. لو عايز تتفرج ازاي العيش البتاو بيتعمل اتفرج علينا يوم الخميس 8:15 برنامج من كل مكان هتعرف العيش بيتعمل ازاي. العيش ايه؟ العيش البتاو. احنا النهارده موجودين في جنوب الصعيد او بالتحديد في قريه العرين البحري التابعه لمركز ملوي محافظه المنيا. احنا في بيت الراجل الطيب عم رؤوف في استضافه مدام ام مرسى ومدام ام رضا. ريحه البيت هنا ريحه الخير. النهارده هنشوف طريقه جديده عندهم عيش هنا بيسموه عيش بتاو. هنعرف النهارده ازاي العيش البتاو ده بيتعمل طريقته. الناس كلها هنا بتستخدم العيش ده. انا بوعدكم هتكون حلقه كويسه. خليكم معانا اعزائي المشاهدين. زي ما قلنا النهارده هنعرف حاجه جديده. هي جديده ممكن تبقى علينا لكن الحاجه دي اسلوب حياه بالنسبه للناس هنا في قريه العرين البحري. دلوقتي هنعمل عيش اسمه البتاو وهنعرف الخطوات وهنعرف المقادير. يمكن هم يضحكوا عليا في موضوع المقادير ده بس هنعرف الموضوع اكتر منهم. عايزين نعرف من البدايه عشان نعمل بتاو ايه المطلوب نبدا فيه. المطلوب تبدا فيه اما نحمص الغله على الفرن. غله دي اللي هي اللي ايه؟ هي الذره. الذره اللي هو الشامل الاصفر. ايوه الشامل. يعني نجيب الشامل الاصفر نحمصه. تمام. ونوديه لوابور. وابور اللي هو المطحنة. ايوه المطحنة. تمام. وبعد كده هنحط القمح لما طحن الشامل مع القمح. يعني دلوقتي عندنا دورة اصفر وعندنا القمح. كويس. نحطه على بعض بالحلبة. بالحلبة. أيوة. يعني نحط عليهم كمان حلبة. ايوه. طب دي يعني مثلا هنقول مثلا كيلو قمح مع كيلو دورة ولا؟ لا ده بالحج اربع تحجيات. بحج السمنة. علبة السمنة. ايوه اللي هي 3 كيلو. 3 كيلو. ايوه نحط اربع تحجيات دورة. دورة اللي هو الاصفر. ايوه. وحط اربعة. كده نحط حجين قمح. يبقى نحط ده نص ده. لا مش نص. ده الشامل اكتر. الشامي الاكتر. الاربعة. ايوه. والقمح حجين. أيوة. والحلبة. والحلبة حفنتين. تمام. بس. يتحنوا مع بعض يبقى دي بالمنظر. ايوه. وبعد كده نحلله ونعجن زي ما انت شايف. نعمله نحلله في الغربة. ايوه. ونعمله كده. ايوه. طيب ونشوف بقى كده. لكن ده يتحط عليه خميرة؟ لا من غير خميرة وصل يتخبى. يعني العيش يتعمل من غير خميرة؟ ايوه ما فيش خميرة خالص. نشوف بقى. طب بيتعمل ازاي؟ انا كان نفسي اعمل زيك بس صراحة حاسس ان الموضوع صعب. لا والله صعب ولا حي بالنسبة لنا احنا مش صعب. ايوه اقلب اقلب معايا. لكن انت العيش ده بالنسبة لك انت بتشتريش عيش من بره؟ لا احنا عندنا اشتراه حاجة قليلة يعني. للعيال. واحنا نعمل كده ياكلوا منه ولا إيه؟ انتوا هنا في القرية بتساعدوا بعض في موضوع الخبيث ده؟ ايوه بنساعد بعض. يعني نلاقي الجيران تيجي مع بعض مسلمين ومسيحيين زي العسل مع بعض. يعني مش فارقين حاجة. اللي يعمل حاجة مع بعضينا ناكل منها عادي. الموضوع ده بياخد وقت قد ايه؟ لا ده على طول. يعني بعد ما نعرف يتعمل ازاي نعرف نعمل ولا الموضوع هيفوز؟ لا تعمل كيف يعني؟ نعجن زي كده ونعمل عيش. لا عادي تعجن عادي. كده احنا برضو لسه بنعجن الحاجات اللي انت قلت لي عليها اللي هي الذره والشامي والقمح والميه بس. طب الميه دي ليها كميه معينه ولا حسب العجين؟ لا ده حسب العجين. يعني هو طري قدامنا كده نلكلك وبعد كده بعد ما نلكلك كده ننمشه بشويه ميه بسيطه كده ونغرزه تاني. تمام. يعني نحط شويه ميه بس صغيره كده وكده يبتدي نغرزه تاني. واللي هي اما تقطع تبل قدامها وتقطع. يعني تقطع دي بقى مش عارفها انا دي. بره. ده هنا كل واحد ليه دور يعرف يعمله. لا حاجه يعني.
احنا لسه كده شايفين موضوع العجين. الخطوة اللي بعد كده بتتم فيها ايه؟ بنتم فيها ان احنا بنخدم العجين ونقطع ونهز ونرمي على المطرح. يعني ايه نقطعه؟ يعني نقطع ونعمل قطعة قطعة ونرمي على المطرح عشان يبقى بالتاية. طب ما تورينا كده الخطوة بتتم ازاي؟ عادي انا ازاي اوريك. وهكده انا هقطع وهز وارمي للخباز. دي كده؟ اه. بنقطع العجين. هاي. وهادي لما هزه كده. وهرميها. وايه اللي بيتم بعد كده؟ بعد كده اما اغبسها واديها للي ما ترميها. طيب وريني هيحصل فيها ايه. انت بتحط ده ايه عشان خاطر دي ما يلزق. كده خلاص هي جاهزة تخش الفرن. طيب اللي قاعد على الفرن ده بيعمل ايه دلوقتي؟ انا همسح زعلتها من التراب. تمام. بعد كده هرويها. بتقعد قد ايه في الفرن؟ على حسب ما تطيب. اه يعني هي شكلها من فوق بيبان ان هي استوت. ايوه تبقى ناشفه شويه من فوق. انت بتولعي الفرن بتحطي فيه ايه؟ بحط فيه جله. جله اللي هو اي حاجه تولع الفرن، ممكن خشب، ممكن اي حاجه. عاد ما ايوه. كله ده يجيد الفرن ويحميه. طبعا انا مش عايز اقول لكم ان درجه الحراره دلوقتي يعني موت، احنا قاعدين بعيد عن الفرن شويه ودرجه الحراره شديده جدا بصراحه. ربنا يكون في عون اللي قاعد قدام الفرن، يعني اعتقد المنظر واضح جدا. هو ده العيش البتاوي، هي دي بشاير الخير، هي دي البركة اللي موجودة هنا في البيوت وبالتحديد في قرية العرين البحري مركز ملاوي محافظة المنيا. الخير باين، صدقوني ريحة الخير موجودة في كل مكان. دي طريقة عمل العيش البتاوي، وكل عيش هنا وليه طريقة. يعني كمان في عيش شمسي. الموضوع بياخد وقت وبياخد تعب، وبالرغم من كده الناس بتكون مبسوطة جدا وهم كلهم متجمعين على الخير، متجمعين عشان خاطر يعملوا العيش البتاوي. عرفنا النهاردة معنى كلمة، ولسه عندنا كلمات تاني كتير بتخص بلاد كتير ومحافظات كتير. كده حلقتنا خلصت، تابعونا وخليكم معنا.